صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي، والذي يأتيكم مباشرة من بيروت الساعة 7 بتوقيت غرينتش، معي أنا رويدة أبو عيد. ويرافقنا في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية والدولية الكاتب الصحفي ساعد كيوان، أهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. تداعيات الهجوم الإرهابي على قلب العاصمة البريطانية ما زالت الحدث الأبرز في الصحف الدولية والعربية، التي ركزت أيضا على التطورات الميدانية في سوريا على وقع مفاوضات جنيف، كما اهتمت الصحف بخبر الإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبالعقوبات الأمريكية الجديدة التي تشمل إيران وسوريا وكوريا الشمالية. في أبرز عناوين الصحف العربية صحيفة القدس العربي: مصر مبارك طليقا وثوار 25 من يناير في السجون. صحيفة العربي الجديد: صدى المعارك يتردد في جنيف، تقدم إضافي للمعارضة في حماة والنظام يستعين بميليشيا النجباء في دمشق. صحيفة الزمان العراقية: القوات العراقية تعزز وحدات القنص لمواجهة داعش في الأحياء القديمة، الكارثة تكبر بالساعات، دفن المئات تحت الأنقاض في الموصل. صحيفة القبس الكويتية: إرهابي لندن المثالي الذي تحول إلى قاتل، ولد باسم أدريان ثم أسلم وغير اسمه. صحيفة الفجر الإماراتية: الأمم المتحدة، الحوثيون يجوعون سكان تعز، الرسوم الجمركية للانقلابيين تفاقم معاناة اليمنيين. صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن تعاقب 11 شركة وفردا في باليستي إيران، بعضهم يتمركز في الإمارات والصين وكوريا الشمالية. تجري المحادثات في جنيف والاشتباكات مستمرة على الأرض في سوريا، مفارقة تناولتها الصحف الدولية والعربية، ونحن على بعد أيام من بدء عملية تحرير الرقة من تنظيم داعش بحسب تصريح لوزير الدفاع الفرنسي. فقوات سوريا الديمقراطية أعلنت وصولها إلى سد الفرات في الطبقة، أما المعارضة المسلحة فوسعت نطاق سيطرتها في ريف حماة، حيث يشتد القصف الروسي والحشد العسكري للنظام وحلفائه. في هذه الأثناء يلتقي المبعوث الدولي الوفود المشارك في جنيف، وهو لا يتوقع المعجزات بل الخطوات التدريجية. اليوم يعني هذه المفارقة التي نتحدث عنها أستاذ سعد بين جنيف وبين التطورات العسكرية هي أبرز ما تناولته الصحف الدولية والعربية، ويعني الحديث اليوم على أنه المعارضة اليوم هي في موقع الهجوم والنظام في موقع الدفاع، على خلاف الجولات السابقة من جنيف. ما الذي يعني هذا المشهد اليوم؟ يعني هذا أولا مشهد إلى حد ما سريالي بما يخص الأزمة السورية، لأنه كل المراحل السابقة كانت تقوم على جولات. يعني في البداية كانت المعارضة وضعها ما يعني مرتاح، ومن ثم تحولنا إلى جولات تفاوض في جنيف كلها على وقع يعني معارك تفرض ميدانيا على الأرض على المعارضة، ومن ثم جرها إلى جنيف إلى مفاوضات، وهذا ما حصل تحديدا بعد التدخل الروسي. سوريالي أقول لأنه بذكرني يعني في زمن كانت حرب فيتنام يعني في السبعينات، وبالتالي كانت تحصل لأنه كان الفيتنامي يعني يقاتلون بشراسة وبالتالي يقاومون، وفي وكانت الجولات تحصل في بعض الأوقات مفاوضات أيضا في باريس وفي جنيف على وقع يعني المعارك. أريد أن أسألك، بعتقد اليوم في إلى حد ما انقلاب في الصورة، يعني له يعني قراءته المحددة بتقديري وله تداعيات ورسائله على كل حال. نعم، سنتناول هذه التداعيات، ولكن بعد أن يعني نطلعك على بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأزمة السورية. We'll be right back.
بالإشارة إلى أسنى أستاذ سعد، هل ما يحصل اليوم على الأراضي السورية يعتبر نعيا لمؤتمرات أسنى السابقة؟ يعني بدون شك إذا لم يكن نعي بس هو أكيد يعني نوع من فرملة وإعاقة، ويعني نوع من لا مكان يعني بهذا المحل. يعني أنه الأستانة ماذا كانت؟ يعني كانت أولا يعني دور روسي قوي ماسك على عسكريا وعلى الأرض، وبالتالي تمكن من جر الأطراف إلى وسحب الأمور إلى 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 ناحيته، وأصبح هو سيد اللعبة. وبالتالي فرض أستانة وفرض هذه المفاوضات وفرض وقف إطلاق نار وفرض مجموعة أمور على الأرض بالسياسي وعلى الأرض. اليوم يعني أمام ازدواجية في التفاوض والمسارات وبالتالي المرجعيات يعني بين أستانة وبين جنيف وبالتحديد على الأرض. اليوم الأمور هناك تطور نوعي كبير على الأرض، إذن يعني أصبحنا في إلى حد ما في تعديل بتقديري في موازين القوى، وفي تعديل في وجهات يعني التطورات على الأرض. نعم. يعني على المستوى الميداني وعلى المستوى أيضا السياسي. يعني ما يجري اليوم يعني على الأرض في دمشق، يعني الآن المعارضة في موقع مختلف، وتحديدا المعارضة خلينا نقول لا هناك إعادة لا إحياء لهيئة التحرير الشام اليوم، يعني التي تشكل معركة دمشق، يقولها يعني يقولها الجيش المعارضة والجيش الحر. يعني هذا في 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 تطور يعني مهم. يعني أولا وفي هناك أربع جبهات مفتوحة بشكل متساوي متوازن، يعني في دمشق وفي حما وفي حمص وفي بالتالي تطور نوعي عسكري. أكيد هذا التطور ليس يعني وليد الصدفة، وليس وليد صدفة هذا التطور العسكري في الوقت اللي نذهب إلى جنيف، وفي الوقت اللي أيضا نتحضر لمعركة الرقة، وفي الوقت اللي الولايات المتحدة يعني تدخل مباشرة على المعركة أيضا عسكريا تمارس يعني إنزالا وبالتالي تتحضر لهذه المعركة. نعم. العرب الجديد نشرت مقالا لباسم دباغي يتحدث فيه عن وقع المعارك المشتعلة اليوم في حماة وشرق دمشق، ويقول ظهر جليا يوم الجمعة في ثاني أيام اجتماعات جنيف بنسختها الخامسة حول سوريا كم أن التطورات العسكرية الجارية على الأراضي السورية لمصلحة المعارضة في الأيام الأخيرة تنعكس على أي استحقاق سياسي. موضوعيا ترجمت أصداء تقدم فصائل مسلحة معارضة في ريفي حماة الشمالي والغربي وفي الجانب الشرقي من دمشق على شاكلة تمكن الوفد السوري المعارض في جنيف من فرض سلة الحوكمة، وهي من بنود الانتقال السياسي على جدول أعمال هذه الجولة، من دون أن يخسر وفد النظام برئاسة بشار الجعفري ورقته المفضلة وهي مكافحة الإرهاب التي أدخلها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورة إلى جدول الأعمال في آخر أيام مؤتمر جنيف 4 مطلع الشهر الحالي، وتحفظ المعارضة عليها من دون أن ترفضها. طيب اليوم هل فعلا نستطيع القول أن وفد المعارضة في جنيف يستثمر التطورات العسكرية والإنجازات العسكرية التي تحققها المعارضة المسلحة على الأرض اليوم في سوريا؟ لا بدون شك هو يعني سيحصل هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن تجلسي على طاولة مفاوضات. يعني كما كان يحصل في المرات السابقة كانت المعارضة تذهب يعني ضعيفة إلى طاولة المفاوضات، وكانت تجر عمليا المفاوضات ويفرض عليها أجندة وتضطر أن تتعامل معها. اليوم يعني الأمور مختلفة، وبالتالي هذا يعني إذا لم تتمكن على الأقل من تحقيق يعني تقدم أو إنجازات على في جنيف، بس ولكن إنها عم تحقق إنجازات على الأرض، وهذه أكبر أهم رسائل يعني ترسلها المعارضة من خلال المعارك على الأرض أهم من المفاوضات. وبالتالي المفاوضات تصبح هي يعني نوع من وقع صدى لما يجري على الأرض، أو ربما وبالتالي أولا أن جيش النظام جيش بشار هو جيش هش، وبالتالي غير قادر على أنه يصمد أو يقاوم في أي مكان على المستوى العسكري، وبالتالي لا دور له بدون دعم وغطاء روسي، ولا دور له بدون دعم ميليشياوي من الميليشيات الإيرانية.
نعم، وأيضا هذا التقدم ربما الميداني الذي يحصل اليوم يثبت كما يقول سميح صعب في النهار اللبنانية بأننا ندور في حلقة مفرغة عندما يأتي الأمر للحل السياسي. يعني في مقال يتحدث فيه عن مفاوضات جنيف 5 بعنوان جوبر وحماة أبعد من جنيف، يقول لا يمكن قراءة التطورات العسكرية المتزامنة من الإنزال الأمريكي في الرقة إلى فتح المعارضة بكل فصائلها الجهادية وغير الجهادية النقطة الأقرب إلى العاصمة ومن ثم التوسع في ريف حماة إلا في سياق التمهيد لمعادلة عسكرية جديدة في سوريا مغاير لتلك التي نشأت بعد خسارة المعارضة أحياء حلب الشرقية. وعليه تصير محادثات جنيف تدور في حلقة مفرغة وخاضعة لتقلبات الميدان أكثر مما هي محكومة بإحراز تقدم في حل سياسي يوقف النزف على الأرض. وكل شيء يوحي حتى الآن بأن ظروف هذا الحل ليست ناضجة ما يكفي كي توقف الاندفاعات على الأرض. يعني باعتقادك اليوم أستاذ سعد، هل من الممكن اعتبار ما يحصل بأنه فعلا يفرض معادلات عسكرية جديدة؟ هل لهذه الدرجة ممكن اعتبار الإنجاز الذي تحققه المعارضة ضخم والنظام أصبح فعلا في موقع خطر، خصوصا وأنه الفصائل باتت على بعد نحو 8 كيلومترات فقط من مركز مدينة حماة؟ أنا بدون شك المقاربة تبع يعني سميح هي قريبة جدا من الواقع. أنا أعتقد أنه أكيد بالتأكيد هذه التطورات هي تطورات لها مدلولاتها، ليست يعني بنت صدفة يعني. بالتالي أعتقد أنه يعني في هناك تطور تغير أو تطور يعني في الموقف الأمريكي، هذا هو بتقديري، هذا هو الأساس في ما يجري في هناك. يعني هذه المعارك التي فتحت فجأة، أولا كان في ذكاء في فتح المعركة في هذه الجبهات في وقت الأمور والأنظار كلها مركزة تجاه الرقة وتجاه منبج وشمال شمال سوريا. مما أخذت الضوء الأخضر هذه الفصائل اليوم؟ وكنت أسألك قبل قليل يعني أنه اليوم هناك إعادة إحياء لهيئة تحرير الشام التي تشكل فتح الشام النصرة سابقا أحد أهم ركائزها اليوم. يعني من الأطراف الدولية يعني طبعاً اليوم؟ الطرف الأمريكي لما يقول أنه أنا هدفي الأساسي أول من بداية عهد ترامب وقبل ما منذ البداية وما زال يقول أنه هدفه الأساسي هو داعش والإرهاب وليس أي شيء آخر، وليس كان يقول وليس النظام، ولكن لا يمكن أن يقاتل داعش وأن يتصدى للظاهرة بشكل عام دون أن يعني يدعم يعني تطور ما على الأرض فعلي، يعني عبر حدا عبر أطراف فعلية على الأرض. بالتالي أنا أعتقد هذه بداية رسائل يعني من الموقف الأمريكي يعني تجاه أولا أنه نحن طبعا نقاتل داعش ونقاتل داعش، ولكننا يعني عم نقول أنه ما فينا من مر بهذا هذه المحطة الإجبارية اللي هي وضع حدود أيضا حد أيضا للنفوذ الإيراني في سوريا وبالتالي لأداة إيران في سوريا وهي النظام وهي بشار الأسد. هذه أول إشارة. الإشارة الثانية أنا برأيي هي أبعد من ذلك، الإشارة الثانية هي أيضا إلى الروسي أنه نحن نعود إلى اللعبة ونعود على الأرض، وبالتالي المعركة الوضع في سوريا هو ليس فقط يعني يقرر فيه بوتين ما يريد من بعد كل ما حصل. بالتالي هذا في نوع من يعني إحراج أيضا بتقديري لبوتين الذي حاليا يقف إلى حد ما ويترقب حذر، لا يعرف كيف يتعاطى مع الموقف الأمريكي، لا يريد أن يتصادم اليوم مع فورا مع الرئيس الجديد الأمريكي، ولا أيضا تريحه يعني هذه التطورات في سأسألك في الهجمة بعد نعم. يعني في الدخول الواسع للأمريكي من جديد إلى الأزمة السورية. نعم، سنتحدث أكثر بعد قليل عن قضية الوجود الأمريكي الروسي اليوم في شمال سوريا وما الذي يعنيه ذلك، ولكن قبل ذلك لنبقى في مفاوضات جنيف سأقرأ عليك ما كتبته الوطن القطرية عن هذه المفاوضات. وقالت هذه الجولة كما قال المبعوث الدولي إلى سوريا السفندي مستورة معنية بمناقشة قضايا سياسية جوهرية. تلك القضايا الجوهرية هي أسلوب الحكم، تعديلات الدستورية، الانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب. هي ملفات مهمة لا ريب، لكن خبرة المفاوضات السابقة في 4 لقاءات احتضنتها جنيف من قبل تؤكد أن النظام وداعميه احترفوا المماطلة والتسويف واستمروا خرق الاتفاقات والتعدي على المخرجات، وهو ما يحتم على الأطراف الدولية أن تتخلى عن أسلوبها السابق وأن تتضمن الاتفاقات إن تمت آلية
آلية واضحة للتنفيذ والتفعيل إن حقا ثمة إرادة لإنهاء المأساة السورية النازفة؟ ما هو مطلوب إذن لاستعادة السلام إلى سوريا؟ تكامل الإيرادات الدولية لتنزيل إرادة المجتمع الدولي في حقن الدماء وإعادة الاستقرار وإشاعة السلام إلى الأرض. اليوم لا يبدو بأن الإرادة الدولية اليوم يعني مهتمة كثيرا بالحل السياسي، كما نرى كل الاهتمام اليوم الدولي والإقليمي هو بمعركة الرقة والحديث عن اقتراب بدء هذه المعركة، يعني التركيز ليس على جنيف اليوم. يعني أعتقد في خضم هكذا أزمة معقدة ومتشابكة ومتداخلة الأمور فيها والمصالح متضاربة والمعطيات كثيرة على الأرض والحسابات أكثر وأكثر إقليميا ودوليا، لا شيء يمنع أن تكون هناك يعني مفاوضات في جنيف، لأنه لا تعني هذه المفاوضات أنه نهاية مطاف وبالتالي خروج بحلول يعني نهائية وحاسمة، وأن يكون هناك أيضا في تحضير لمعركة على الأرض. أعتقد أنه يعني مع الأسف أنه الأزمة تتدول أكثر فأكثر، وبالتالي تدخل في حسابات يعني الكبار بشكل أكثر مباشر. دعنا نناقش حسابات الكبار أكثر أستاذ سعد، ولكن بعد التوقف مع فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في برنامج كشك الصحافة. نرحب مجددا بضيفنا الكاتب الصحفي سعد كيوان. أستاذ سعد، قبل الفاصل كنا نتحدث عن حسابات الكبار اليوم في الشمال السوري. هناك ثلاثة أعلام اليوم، العلم الروسي غرب الفرات، العلم الأمريكي اليوم يعني شرق الفرات، والعلم التركي أيضا. هذا المشهد بالنسبة إليك، هل يعني بأنه هناك اتفاق ضمني بين الأطراف الثلاثة على قيادة المعركة اليوم في الشمال السوري؟ أولا، هذه الأعلام الثلاثة تؤكد يعني مدى يعني سيطرة وادعاء السيادة من قبل بشار الأسد على الأراضي السورية. يعني في كل اليوم في كل تصريح يتكلم عن السيادة، وبالأمس مفاوض بشار الجعفري قال أنه لا أحد يتدخل أو يكون له دور أو دون التنسيق مع دمشق. يعني فعلا أصبحت مضحكة هذا الأمر أصبح مضحكة ومسخرة، أن هناك جيوش كذا دولة على الأراضي، وبالتالي هناك أعلام أيضا إيرانية، وبالتالي ميليشيات إيران، وبالتالي على الأراضي السورية. بدون شك أنه تطور في إعادة مراجعة للموقف الأمريكي، أنا بتقديري بشكل أساسي، يعني مع مجيء سيادة الإدارة الأمريكية الجديدة. إذا تلاحظي هناك يعني نوع من هجوم طبعا بالمعنى يعني السياسي وأيضا العسكري في أكثر من مكان. هناك عودة لدور يعني أمريكا في سوريا بشكل مباشر واضح، هذا عسكريا وسياسيا. هناك دور للولايات المتحدة في العراق، وهناك دور أيضا للولايات المتحدة في أكثر من يعني الهدف الأساسي أنا برأيي هو يعني مواجهة احتواء واحتواء الدور الإيراني في المنطقة. هذا هو هدف الإدارة الأمريكية الجديدة، وهذا ما بتقديري بدأ يظهر في أكثر من موقع على المستوى الإقليمي والعربي، وأيضا في لبنان هذا أيضا هناك تداعيات لهذا الموقف. على ذكرت نقطة مهمة، قضية إنه ما يحصل اليوم يعني يثبت بأنه لا شرعية لنظام الأسد وللأسد بحد ذاته. يعني الكاتب وليد شقير تحدث عن هذه الوقائع اليوم على الأرض أستاذ سعد، وقال القاعدة الوحيدة الصالحة للحكم على هذه الحرب المدمرة هي أنها مستمرة، وأن مصير النظام السوري برئاسة بشار الأسد يبقى مطروحا على الطاولة، ولو راجت في كل مرحلة مقولة أن الأسد باق، وردد ذلك حتى قادة دول غربية تفضل رحيله. بقاء الأسد يعني استمرار هذه الحرب، لأنه يستحيل تصور حل سياسي باستمراره، وهو نفسه أرسى هذه المعادلة، لأنه لم يتوقف عن تكرار في كل مرة يحقق الروس والإيرانيون انتصارا على المعارضة ثم ينسبونه إلى الجيش العربي السوري، أنه مصمم على استعادة كل الأراضي السورية من معارضيه الذين يصفهم معتدلين وتكفيريين بالإرهابيين. على رغم جلوسه معهم للتفاوض في جنيف، فهو يدرك أن الحل السياسي يعني بالتعريف رسم مسار إنهاء حكم العائلة التي دمرت سوريا وقتلت مئات الآلاف وشردت الملايين.
قضية بقاء الأسد يعني كانت أولوية في البداية عند قوى دولية وأقليمية، ربما اليوم أصبحت أولوية فقط عند المعارضة السورية أو حتى عند الهيئة العليا للمفاوضات اليوم. هل من الممكن أن نشهد يعني ليونة في هذه النقطة بالتحديد، سواء عند المعارضة أو سواء عند النظام السوري بالحديث عن هيئة الحكم الانتقالي الجديدة؟ هلا واضح انه بقاء، انا بتقديري بقاء يعني الاسد او على الاقل رفع شعار بقاء الاسد هو اصبح ضروره بين مزدوجين لاستمرار شيء اسمه مفاوضات للجميع تقريبا، بدايه من الروسي وانتهاء بكذا، لانه والا من تفاوض في جنيف؟ مع من تفاوض؟ يعني اصبحت مضحكه يعني في جنيف او في غير جنيف، يعني لا يمكن. لذلك انا افهم ايضا التطورات اللي حصلت على الميدانية على الأرض في هذه الأيام الأخيرة عسكريا، يعني إلى المعارضة في دمشق وغير دمشق. إذن لأنه من يفاوض أو من يريد الروسي أن يفاوض النظام السوري في جنيف؟ يفاوض من؟ يفاوض أطراف فعليا هي أثبتت أنه فشل النظام، وأثبتت أنه هذا النظام لا تقوم له قائمة، لن تقوم له قائمة، وإنما هو فقط يعني يتنفس من الأكسجين الروسي. إذا الروسي ماذا يفعل بهكذا يعني جسد يعني فاقد الحياة يعني ويعتاش من الأكسجين الذي يقدمه هو الروسي نفسه؟ وإنما الروسي يكفي في عملية الإنعاش لفترة إلى فترة ما لكي يستمر لكي يتمكن من استمرار في لعب بعض أوراقه على المفاوضات. لذلك اليوم عم نقول أنه الروسي، أنا بتقديري هذه رسائل ضمنية إلى الروسي، ليس فقط إلى بشار وأيضا إلى إيران. الروسي اليوم من أمس أو أول أمس صار في عملية في الشيشان تبنتها داعش. نعم. لذلك هنا يعني باقن الأسد باقن فقط لأنه يعني يحتاج المفاوضون يحتاجوا إلى فترة يعني لترتيب الأمور، وبالتالي أكيد الروسي يبقى يستمر يقول أنه هذا هو النظام. ولكن أيضا الروسي هو في العمق يريد أن يحجم أيضا الدور الإيراني والوجود الإيراني. نعم، تحدثت عن الدور الأمريكي وهذا نقطة مهمة جدا أود أيضا التركيز عليها. ناشونال انترست الأمريكية تحدثت عن هذا التدخل وقالت إذا كان فريق ترامب مستعدا للمضي قدما بسرعة في حملة هزيمة داعش وعلى استعداد لتحمل كلفة إرساء الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في شرق سوريا، فعليه أن يوضح للشعب الأمريكي جليا أن هذه مهمة ليس لها جدول زمني محدد، وقبل أي شيء آخر يجب على إدارة ترامب أن تسعى إلى تكثيف الاستثمار في الوصاية العسكرية الأمريكية في شرق سوريا للحصول على نفوذ يمنح للولايات المتحدة باعتبارها أحد أو يمنح الولايات المتحدة باعتبارها أحد الأطراف صاحبة المصلحة في سوريا عملية تفضي إلى إطار سياسي أوسع لإنهاء الحرب الأهلية. يعني اليوم بعد الإنزال الأمريكي الأخير في الطبقة بات الأمر جليا بشكل واضح الحضور الأمريكي اليوم في الرقة. يعني بشكل سريع، كيف من الممكن أن تبرر إدارة ترامب هذه العملية وبأنها ليس لها جدول زمني كما تقول المجلة؟ لا، واضح أنه هدف هذه الإدارة المعلن الرسمي بما يخص كل هذا هو يعني المعلن هدف معلن هو محاربة الإرهاب ومحاربة داعش. إذن من أجل هذا الهدف يعني كل هذه يعني المعطيات، لأنه كيف يمكن يعني كان في هناك مثلا مفارقة على زمن أوباما أنه أنا أحارب داعش طبعا وشكلت هذا التحالف الدولي، وبالتالي هذا التحالف الدولي أنه يمارس وقت لآخر طلعات وقصف والآخره إلى ما شاء الله. بالتالي يعني كانت الأمور أنه يعني بالنسبة لإدارة ترامب لعبت أنه هذا يعني نوع من استنزاف لقوانا ولإمكانياتنا من دون أن نلمس نتائج يعني فعلية على الأرض. إذن لا، أنا أستمر في هذا النهج ولكن أنا أريد حتى تحقيق النتائج على الأرض، نتائج فعلية على الأرض. نعم. يعني كما أنا يعني مقرر في سياستي الجديدة يعني تجاه الروسية والأزمة السورية. نعم. بالعكس. نعم. ننتقل الآن إلى أبرة ما جاء من كاريكاتور حول هذا الموضوع.
ومع القنبلة الموقوتة يعني ننهي اليوم كشك الصحافة. أستاذ سعد كيوان، نشكرك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي.tv. أيضا بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.